بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفئ على سواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل وصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا ما زلنا بنعيش في قيم درجة الحرارة اللي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هتكون كتل هوائية صحراوية، فبالتالي ده بيؤدي لإحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، رغم أن النهاردة هنشوف غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة، وأيضا السحب العالية هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، يمكن تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم كله، إلا أن أحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيظل طقس دافي على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء. طقس هيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية الأقصر وأسوان، لأن أكثر المحافظات تأثرا بارتفاع قيم درجات الحرارة هي المحافظات الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد، لأن العظمى فترة النهار هتوصل عليها 31 درجة مئوية، لكن القاهرة الكبرى العظمى فترة النهار هتكون 21 درجة مئوية. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون بشكل تدريجي، بيجي على ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. بنحس بالأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، بتكون قيم درجات الحرارة الصغرى أقل من الـ 12 أو الـ 13 درجة مئوية، ففي فرق في قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل موجود بشكل كبير. بالإضافة كمان دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، يمكن اليوم في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي مع تكونها بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، ويمكن اليوم الشبورة المائية خفيفة وبتأثر على الرؤية الأفقية بشكل طفيف، وسرعان ما هتتلاشى، يعني تقريبا ساعة بالكثير وهتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع يكون معانا نشاط نسبي للرياح، سرعاتها هتتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة على مناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات السواحل الشمالية. وجود نشاط للرياح وخاصة مع فترات المساء ودخلنا في فترة الليل يخلينا نحس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة. كمان اليوم متوقع يكون معانا فرص لسقوط الأمطار، لأن احنا اليوم هيكون في غطاء سحابي بشكل كبير، وأكثر المناطق اللي هتتأثر بسقوط الأمطار هي طبعا كميات الأمطار هتكون أمطار خفيفة المتوسطة في مجملها في أغلب المناطق الموجودة في الصحراء الغربية، أقصى غرب البلاد مطروح، بعض المناطق كمان من السهلون، وسط وجنوب الصعيد، المناطق الموجودة في وسط وجنوب الصعيد المحافظات دي كلها معرضة لسقوط أمطار ما بين خفيفة المتوسطة، شمال محافظة البحر الأحمر، لكن مجمل أمطار اليوم في أي محافظة أو في أي منطقة من المناطق مش هيأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. كمان متوقع غدا إن شاء الله ارتفاع أخرى في قيم درجات الحرارة، ويمكن خلال 72 ساعة اللي جاية هيكون في ارتفاع آخر في قيم درجات الحرارة، يمكن متوقع درجات الحرارة توصل ل 24 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، فهنحس بالدفء أكثر وهنحس بارتفاع قيم درجات الحرارة، لكن فترات الليل هيظل فيها برودة بشكل كبير. كمان بكرة متوقع مرور منخفض جوي كده في طبقات الجو العليا، فهنشوف فرص سقوط أمطار في بعض المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية، الوجه البحري، بعض الأماكن من مدن القناة، وممكن كمان تكون فرص خفيفة لأمطار في مناطق من القاهرة الكبرى، لكن أيضا مش هنسميها تقلبات جوية، هي فرص أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. مهم جدا بس هننصح كل السادة المواطنين عدم تخفيف الملابس بشكل كبير، خاصة فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، استمرار طبعا ارتداء الملابس الشتوية، وكمان تكون شتوية ثقيلة
فترات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية وخاصة الشبورة المائية فترة الصباح الباكر. ومهم كمان نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية لأن احنا ما زلنا في فصل الشتاء، وارد جدا التقلبات الجوية تكون موجودة في أي وقت. طيب قبل ما نسيب حضرتك، أمشير دايما بيتمتع بتقلبات جوية سريعة وحادة ومختلفة، وأشارها طبعا نشاط الرياح يعني سرعة الرياح بتكون سريعة شوية وفي نشاط للرياح محمل برمال وأتربة. تنصحينا في إيه بإيه خلال الأيام اللي جاية لحد ما نخلص شهر أمشير؟ هو طبعا لازم نتابع النشرات الجوية لأن بالفعل يوميا بيحصل اختلاف في الظواهر الجوية ما بين ارتفاع منخفض في الحرارة، نشاط رياح موجود في أماكن مش موجود في أماكن، حتى كمان فرص سقوط الأمطار. فمهم إن احنا نتابع النشرة الجوية يوميا ونشوف إيه الظواهر الجوية المؤثرة. كمان طبعا مع الأيام اللي ممكن يكون موجود فيها أي أتربة ورمال مصارة، مرضى السكتة الصدرية طبعا والجيوب الأنفية طبعا لازم نبتدي الكمامات واحنا خارجين. بس احنا الحمد لله على الأقل عندنا في النهارده وبكره وبعده ما فيش اي اتربه او رمال مصاره، بس مهم جدا نتابع النشره الجويه قبل ونخرج. علشان كده كنت عايزه اسالك، الايام اللي جايه هل احنا معرضين لرمال مصاره ورياح شديده شويه الايام اللي جايه، خصوصا ان احنا خلاص تقريبا يعني كام يوم وهنخلص امشير؟ هو احنا طبعا معرضين لنشاط لرياح، يعني يمكن احنا النهارده وبكره وكمان على مدار الاسبوع اللي جاي كله هيكون في نشاط لرياح بشكل كبير في معظم المحافظات، بس نشاط رياح ده هيكون موجود فترات المساء وساعات الليل بشكل كبير، هيخلينا نحس بالبروده ويخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره، لكن هو الى الان غير مثير لاي رمال واتربه، يعني احنا ما عندناش اي اتربه ورمال مصاره في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، لكن وارد يحصل تغير في خرائط الطقس او في التنبؤات الجويه، ده اللي احنا بنقوله دايما في الفتره الانتقاليه اللي احنا فيها اللي هي بتكون ما بين الشتاء والربيع، بيحصل تغير سريع في خرائط الطقس في التنبؤات الجويه، عشان كده احنا هنرجع تاني لان لازم نتابع النشره الجويه بصوره يوميه. بس خلينا نطمن كل الساده المواطنين على الاقل في الثلاث ايام الجايين نشاط الرياح لا يكون موجود معانا غير مثير لاي رمال واتربه، كمان في اعتدال في سرعات رياح على البحرين الاحمر والمتوسط، ده بدوره ايضا هيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بفتره الويك اند او الاجازه خلال هذه الايام لان الظواهر الجويه الموجوده معانا وان كان في سقوط امطار او حتى نشاط رياح غير مؤثر تماما على اي اعمال. علشان كده كنت بسالك، بما ان النهارده الجمعه والناس بتحب تخرج في الويك اند، اهم الاماكن او اكتر الاماكن اللي ممكن الناس تخرج فيها من غير ما تحس ببروده شديده قوي او يبقى فيه رياح ورمال ممكن تتاثر بيها؟ هو طبعا احنا عندنا درجات الحراره في معظم المحافظات فيها دفء، يعني حتى المناطق الساحليه ما فيهاش بروده، فنقدر نتجه للمناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط او حتى كمان المطله على البحر الاحمر، لان درجات الحراره فيها دفء يعني تتجاوز ال 20 درجه مئويه في معظم المحافظات، في اعتدال في سرعات الرياح اللي ما فيش اي اتربه ورمال مصاره اليوم ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه، وان وجد فرص امطار في بعض المناطق من شمال محافظه البحر الاحمر يعني المناطق الموجوده على البحر الاحمر، فالامطار مش هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه بل ممكن تخلينا نستمتع بالاجواء اكثر لو احنا هنبقى موجودين في الشارع، لو السحب اللي هتبقى موجوده هتحجب جزء من اشعه الشمس. في اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه وخاصه المناطق الشماليه نقدر نستمتع فيها بشكل كبير لان احنا هنلاقي في المناطق الجنوبيه قيم درجات الحراره بدات ترتفع، يعني احنا عندنا في الاقصر واسوان عظمى فتره النهار 31 درجه مئويه، ده هيخلينا نحس بالبروده، بس كمان في فرق في قيم درجات الحراره كبير بين فتره النهار وفتره الليل يتجاوز ال 15 درجه مئويه، فلازم نخلي بالنا بشكل كبير من فرق قيم درجات الحراره خاصه في المناطق الجنوبيه، بالنهار في دفء بالليل في بروده شديده، الجو ده دايما احنا بنسميه الجو اللي هو جو العياء او ممكن يصبنا بنزلات البرد بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا من اختلاف قيم درجات الحراره بين النهار والليل، عشان كده احنا دايما بننصح عدم تخفيف الملابس بشكل كبير، الملابس الشتويه تبقى على مدار اليوم كله، ولو انا موجود خارج البيت فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر تكون ملابس شتويه. طيب على ذكر المحافظات الحدوديه في سيناء او في جنوب الصعيد بيبقى ساعات ينزل كده الصقيع بالليل في ساعات الليل المتاخره علشان درجات الحراره بتقل قوي، هل احنا معرضين للكلام ده الايام اللي جايه ولا خلاص البرد القارس قوي والصقيع الشديد قوي ده خلاص انتهى؟ هي البرودة القارصة خلال فترات الليل مش هتكون موجودة معانا خلال الأيام اللي جاية، على الأقل على مدار أسبوع إن شاء الله متوقع أن قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل ما تنخفضش لأقل من 5 درجات، خاصة
في محافظات الصعيد او المحافظات الحدوديه، ممكن بعض المناطق من وسط سيناء مرتفعات سانت كاترين يكون قيم درجات الحراره فيها اقل من 5 درجات، لكن بصفه عامه مش هيكون في صقيع يتكون على المزروعات موجود معانا خلال الايام اللي جايه. نشاط الرياح كمان مش هيساعد على تكون الصقيع، السحب اللي موجوده في عوامل كتيره جدا مش هتخلينا نحس بالبروده القارصه والصقيع اللي كنا بنحس بيه فترات الليل. كمان احنا هنبدا خلاص شهر 3 المعدلات المناخيه للشهور هتبدا تتجه نحو الارتفاع، لان احنا شهر 2 معروف ان هو ذروه الشتاء، خلاص شهر 3 هيبدا معانا نبدا نشوف بعض يعني اجواء الربيع، فتبدا قيم درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل ترتفع. المعدلات المناخيه كمان بتبقى فتره النهار بتتجاوز 20 درجة مئوية، فترات الليل كمان بتبقى مرتفعة، فخلاص هنبدأ نتجه نحو المعدلات اللي هي تبقى المستقرة أو اللي ما فيهاش برودة زيادة أو قارصة البرودة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. بشكرك فينا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21 12، اسكندرية 20 12، العلمين الجديدة 20 11، مطروح 19 10، ودمياط 19 13، بورسعيد 20 13، إسماعيلية 21 13، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 13، العريش 20 12، كاترين 16 4، وطابة 20 11، حلايب 25 15، وشلاتين 26 13، شرم الشيخ 26 16، والغردقة 26 15. لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى فيها 22 والصغرى 9، بني سويف 22 9، الوادي الجديد 25 8، وأسيوط 23 9، سوهاج 28 11، وقنا 29 13، الأقصر 30 14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وهنروح مرة تانية لشاذلي وباسانت نكمل معاهم فقراتنا. شكرا لك.